خالية هي شوارع العاصمة نواكشوط من ضجيج السيارات والازدحام الخانق الذي طالما ميز شوارع نواكشوط. فزيارة الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز إلى الحوضين جعلت الأطر ومسؤولي الدولة يتسابقون إلى محطات الزيارة، ما انعكس على شوارع العاصمة هذه الأيام وإن ظلت الشكاوى من زحمة المرور باقية. ما يخص هذه أزمة المرور والله اللي نعاني منها، أنا جاي متواطي من كلينك والنقل ما متوفر، وأزمة المرور حتى على أرواقيش ما يقدر يقطع، تمضي ساعة تواقف لا لي تقطع لا لي تقطع قدرهم، وراعف أمن الطرق هون غرقع ما شفنا فائدة ذيكية توكر تنظيم ما خارق. أزمة المرور أزمة خانقة في قالوا كيف في تالو كلينك. عوامل عديدة أسهمت في الاختناق المروري بنواكشوط، أبرزها عدم احترام السائقين لإشارات المرور وقانون السير. هاي السيركيلاسيون فصل حقيقة، هذا أمن الطرق ما هو مشتغلين واحدين فيه إلا حكيم تاكسيات بالمنين، وقف واحد على قدرون الوتات هون كله واقف على حاجة قدرون سيد رواتهم مقفل الوتات على قدرون صاصين ترجي ما يكردوه، ونيجي مولا تاكسي لي سيد روات على حاجه قدره قال هنا يطرحوا يجوا كارد يدروا عن قاعد بيفي يا اخي قبل من 3000 والله 6000 شو سكلاس راي عند افارك راي مقفوله ما راي حد يفتحها، وراي عند بي ام دي مقفوله ما راي حد يفتحها. ارتياح كبير لدى بعض ساكنه نواكشوط مما يطبع شوارعها هذه الايام من هدوء وانعدام الزحمه المروريه.